الراجل اللي متابع الموضوع من خلال موقعه كمدير للمخابرات الحربية وعنده تاريخ تطوري، فقال لك اشتغل على ده، فعمل حملة فيروس سي. ليه؟ عشان هو عارف ان في خطة ومؤامرة الهدف منها ضرب القوى البشرية المنتجة، ضرب القوى البشرية المنتجة في مصر. وانتوا على النعمة، لا منتجين ولا منيلين. يلا نايمين بتشخر. الكرنب بكام يا علا؟ بطاطس بكام يا علا؟ اعملي يا وليه حلة محشي يا وليه. يلا قومي يا وليه اعملي رز وبطاطس، خليها نملى البط. وما انتش عارف ايه اللي بدور حواليك. فعمل الحمل، تخيل، في وقت بسيط جدا، بسيط، اقسم بالله. انا كنت بروح البلد عندنا وبروح العزبة عندنا في بلبيس، والله 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 اذا قابلت 5 تنفار كنت بلاقي منهم 4 عيانين عندهم فيروس سي وواحد سليم. دلوقتي لو قابلت 5 بلاقي 4 سلام خلاص اتعالجوا من المرض وواحد لسه مريض هيتعالج، هيبقى 5 سلام.